السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ورحمته ورضوانه. أحبتي في الله، بارك الله بكم ورفعكم الله ونفع بكم الإسلام والمسلمين، جعلنا الله تعالى هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، غير محرفين لشرعه، غير متنطعين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه يا ربنا كل وقت وحين، بمنك وكرمك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. أحبتي في الله، من نعم الله تعالى علينا ونعمه عظيمة سبحانه وتعالى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أن أرسل إلينا رسولا كريما عزيزا صلى الله عليه وسلم، رؤوفا رحيما معلما. ولذلك يعني من أعظم صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رحيم معلم. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه إنما بعث معلما، فهو صلى الله عليه وسلم يبين لأمته ما يحتاجون حرصا عليهم صلى الله عليه وسلم، وينبههم على المهم من أمر دينهم صلى الله عليه وسلم، وهو معلم البشرية كلها. ومن تعليمه صلى الله عليه وسلم أنه لم يترك شيئا يحتاج إلى البيان إلا وبينه، ولا شيئا مما يحتاج إلى التحذير إلا وحذر منه، ولا شيئا مهما ينفع الناس إلا ونبههم عليه صلى الله عليه وسلم، وجزاه عن المسلمين خير الجزاء. وإذا تأملنا هذه الحقيقة وصدقنا بها لقيام الأدلة القطعية اليقينية عليها، فإنه من المهم أن نتأمل حقيقة أخرى، وهي أنه صلى الله عليه وسلم بين ما هو قطعي من الدين وما هو ظني، فإن ديننا منه قطعي ومنه ظني، منه أصول لا تقبل النقاش ولا التردد، ومنه فروع خلافية تركها النبي صلى الله عليه وسلم خلافية. كان بإمكانه صلى الله عليه وسلم بإذن الله تعالى أن يبين الحق فيها، ولكنه تركها خلافية لحكمة أرادها الله تعالى. ومن جملة المسائل الخلافية هذه المسائل التي ذكرت في أحاديث الصحاح والسنن، هذه المسائل التي اختلف فيها الصحابة وأقر النبي صلى الله عليه وسلم اختلاف الصحابة فيها. ومن مثال ما هو ظني من الدين وما ليس بقطعي، هذه المسائل التي اختلف فيها أئمة الاجتهاد عبر التاريخ، المسائل التي اختلف فيها أبو حنيفة مع مالك، واختلف فيها مالك مع الشافعي، واختلف الشافعي فيها مع أحمد. هذه المسائل من المسائل التي استقرت كلمة المسلمين على كونها خلافية، وعلى قبول الخلاف فيها، وعلى أن مثل هذا الخلاف خلاف معتبر. فإن أئمة الاجتهاد رحمهم الله أصحاب المدارس العلمية الفقهية خلال التاريخ، هؤلاء مؤهلون للنظر في النصوص، هؤلاء رحمهم الله تعالى بذلوا جهودهم في النظر في النصوص، ولكن لما كانت هذه المسائل ظنية وغير ولم تكن قطعية، فإنهم رحمهم الله تعالى مع قدرتهم الاجتهادية
إنما توصلوا فيها لغلبة ظن فحكموا به. وتعبدنا الشارع في هذه المسائل بالظن ولم يجعلها قطعية. وهذه إرادة الله تعالى في الأمة، أن جعل لهم من الفقه ما هو ظني وما هو قطعي. فمن القطعي في الفقه وجوب الصلوات الخمس. فلو أتى إنسان من اليوم وقال إن اجتهادي أداني، وقال بأنه مجتهد وأن اجتهاده أداه إلى عدم وجوب صلاة من الصلوات الخمس، لأنكر المسلمون عليه جميعا، ولما قبل أحد تأويله، ولا أقام عليه الأدلة والحجج، وبينوا أن هذا من قطعي الشريعة، وأن منكره لو أصر على إنكاره مع قيام الحجة عليه يخرج من الإسلام، لأن الإسلام خمس صلوات، دين الله فيه أن الصلوات خمس، دين الله واضح جلي. والقطعيات من الدين هي أجزاء الدين التي لا تنفك عنها. ولو أتى إنسان وأراد أن يسقط الصيام على الناس كما رأينا في بعض جهال هذا العصر والعياذ بالله، ويقول إن الصيام اختياري لجميع الناس، وأنه يجوز لمن لم يرد الصيام أن لا يصوم وأن يكفر تمسكا بالآية المنسوخة في سورة البقرة، لأنكر المسلمون عليه جميعا لقيام الإجماع القطعي على وجوب الصيام على من استطاع. وهكذا يعرف أهل الإسلام أن دينهم فيه هذه السعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يترك من الدين مسائل خلافية، والله تعالى له حكمة من وراء ذلك. ولما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كثرت المسائل، وبدأت الحركات الفقهية والمدارس الفقهية تتكون، فصار كل عالم يشغل ذهنه وما عنده من الآلات وما عنده من العلوم ويستنبط، فحدثت المسائل الخلافية، وصار الإسلام بفقهه الخلافي، وصار الإسلام بمجتهديه، وصار الإسلام بفقهائه دينا عظيما لا نظير له ولا مثيل له. الفقه الإسلامي الذي نراه في الكتب المفصل الجميل البديع، لا يوجد فقه كفقه أهل الإسلام في دين من الأديان، ولا في ملة من الملل، ولا في قانون من القوانين. الفقه الإسلامي ظاهرة تحتاج إلى التأمل وإلى الدراسة، وظاهرة تستحق الفخر، فإن أئمة الإسلام رحمهم الله تعالى أئمة عظماء، يعني بلغوا من الدقة ومن الإبداع في عقولهم ما يعني يقف العقل البشري دونه، ولا يملك الإنسان عند تأمله إلا أن يقول سبحان الله سبحان الله. أحبتي في الله رضي الله عنكم وأرضاكم، إن من أهم المهمات أن نتعامل مع الظنيات على أنها ظنيات، ومع القطعيات على أنها قطعيات. ومن أعظم المصائب التي بليت بها الأمة في هذا العصر أناس لا يفرقون بين الظنيات وبين القطعيات، ف ابتلينا بطائفة من الناس تجعل الظنيات كأنها قطعيات. رأينا أناسا يتقاتلون على أين توضع اليدين،
في الصلاة، مع أن هذه مسألة اختلف فيها علماء الاجتهاد اختلافا معروفا مشهورا. ذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى قول، وذهب الإمام النعمان والإمام أحمد إلى قول، وذهب الإمام مالك إلى قول. ورأينا أناسا يتباغضون، ورأينا أناسا يفترقون على مسائل اتفق المسلمون على أنها خلافية. فإن المسلمون رحمهم الله تعالى متفقون على أن مسائل الاجتهاد ليست إجماعية، وابتلينا بطائفة أخرى من الناس تريد أن تجعل القطعيات ظنية، وتريد أن تحرف دين الله تعالى، وتريد أن تفتح باب الخروج من الدين ومن التكاليف على الناس والعياذ بالله بغير ضابط ولا علم، كهؤلاء الذين يريدون أن يسقطوا فرضية الحجاب مثلا، والذين يريدون أن يقولوا للناس لا تصوموا ولا تصلوا. هؤلاء بالغوا في جهة وهؤلاء بالغوا في الجهة، والحق وسط بينهما، وكلا الطرفين ذميم. ولأجل التفريق بين الظني وبين القطعي نرى العلماء رحمهم الله تعالى ألفوا كتبا في الإجماع، ونرى العلماء رحمهم الله تعالى ألفوا كتبا في الخلاف، ونراهم أيضا رحمهم الله تعالى عرفوا خلال التاريخ كيف يعيشون مع بعض، كيف يتعايشون مع الخلاف. رأينا أن العلماء رحمهم الله تعالى كانوا يستفيدون من بعضهم، وكانوا يحترمون بعض، يعني يحترموا بعضهم بعضا، وكان يجتمع أهل المذاهب المختلفة جميعا لأجل نصرة دين الله سبحانه وتعالى، ولم يتخذ المذاهب وكأنها أديان وكأنها ملل مختلفة متضادة متناقضة، وإنما رأوه كله بجميعه، يعني كله مع بعض يقوم بدين الله. رأوا أن الفقه الإسلامي بمدارسه المختلفة وبمجتهديه هو دين الله تعالى الذي ينبغي أن نذب عنه، ويجب أن ننتمي إليه وأن ننتسب إليه، وأن ورأوه بمجموعه هو الإسلام، ورأوا أن هذه هي هويتنا الإسلامية التي بها فخرنا وعزنا. أحبتي في الله، ولا سبيل إلى تصحيح هذه المفاهيم التي أخطأ كثير من الناس اليوم في فهمها، والتي ابتعد عنها كثير من الناس، لا بد من العلم ومن نشر العلم ومن الحرص على العلم وعلى تلقي العلم على أيدي العلماء العالمين العالمين. فالجهل يوحي لصاحبه كل شيء، والجهل رأس البلاء بلا تردد ولا ريب، والعلم أجمل شيء إذا وضع في صاحب مناسب له. ولا يظن الإنسان أن المسلمون لكثرة المسائل الخلافية عندهم كأنهم لا يتفقون على شيء، فإن الخلاف إنما يكون في التفاصيل، والمسلمون يتفقون دائما في الأمور الرئيسية والأساسية. ولذلك يقول العلامة محمد زاهد الكوثري رحمه الله تعالى إن 80% من مسائل الفقه بين المذاهب هي متفق عليها. مثلا يتفق العلماء على أن الظهر 4 ركعات،
ويتفقون على أن في كل ركعة قيام، وفي كل ركعة ركوع، وفي كل ركعة سجود، ولكن يختلفون في الشروط والمبطلات وفي الأركان وفي الواجبات عند من رأى أن الصلاة فيها واجبات، وهكذا يختلفون في تفاصيل التفاصيل وفي الدقائق. ولكن في الصورة العامة لو رأينا مسلما يصلي ربما لم نعرف إلى أي مذهب ينتمي وعلى أي رأي يصلي، لأنه ولكننا نعرف أنه يصلي صلاة المسلمين. فلنتمسك بقوة على هذه القطعيات وعلى هذه الصلاة التي يصليها المسلمون، ولتتسع صدورنا للظنيات وللخلاف المعتبر في الظنيات، ولنحرص أيضا بعد هذا على أن نفهم عظمة هذا الدين وهذا الفقه الذي قبل التعدد في مدارسه، والذي عرف علماؤه كيف يتعايشون مع الخلاف. ولنحرص أيضا على محاولة تعظيم هذه العقول التي اختلفت هذه الخلافات العظيمة الجميلة، ولنحرص دائما دائما على فهم الخلاف قبل إنكاره، وعلى فهم أن الله تعالى لو أراد أن لا يختلف الناس لجعلهم لا يختلفون، ولكن هذه السنة ظاهرة جارية في البشر. ومن الخلاف ما هو مفيد بلا شك، ومن الخلاف ما هو رحمة بلا شك، وإحدى التأويلات والتفاسير لقول الله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم، أنه خلقهم يختلفون. وإن كان أهل التفسير اشتهر عنهم القول بأن المراد بقول الله تعالى ولذلك خلقهم، خلقهم ليرحمهم. أحبتي في الله، إذا عرفنا أن ديننا قطعي وظني، واستطعنا وحاولنا بالعلم أن نميز بين ما هو قطعي وبين ما هو ظني، وهذا باب عظيم من العلم أهمله كثير من الناس، هنا ستتسع صدورنا. ولا شك أن الإنسان إذا ازداد في العلم ازداد سعة ورحمة، والرحمة مقرونة بالعلم دائما أبدا، وهذه سنة جارية في الناس. نرى العلماء أشد ما يكونون تفاهما ورحمة وسعة، ونرى الجهال أضيق الناس عقلا وأضيق الناس أفقا.